السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غنشارك معكم في طريقه تحضير السبانخ. غادي نرافقهم بطبق ديال الكفته اللي غادي نوجد معكم. بالنسبه للسبانخ غنحتاجوا نوعيه تكون جيده طريه اللي غادي نغسلوها مزيان وغادي نقطعوها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للمقادير ديال تحضير السبانخ غادي نحتاجوا بالنسبه للكفته بوحديتها غادي نوجدها طبق بوحديته، ولكن السبانخ غنحتاجوا التحميره السائله اللي وجدت معكم، راه كاينه الطريقه ديالها في القناه. غنحتاجوا الملح، المطارد بطبيعه الحال اي ماركه توفرات عندكم ديال المطارد. غادي نحتاجوا زيت الزيتون والمايونيز، حتى هو اي ماركه توفرات عندكم، ما كنشجع حتى ماركه بالضبط. هنايا غادي نحتاجوا الزبده، وغادي نحتاجوا الصلصه الحاره. بالنسبه للصلصه الحاره كاينه طريقتها في القناه الا بغيتوا صلصه حاره منزليه. كاين درت معكم الخضراء ودرت معكم الفلفل الحار حتى هو الاحمر، يعني الطريقه بجوجهم راه كاينين في القناه. اللي بغى طريقه بدون مواد حافظه بطبيعه الحال وكتحتفظوا فيها في المجمد، وقت ما بغيتوا تصايبوا اي وصفه كتجبدوها من المجمد وكتخليها واحد شويه وكتاخذوا منها القياس اللي بغيتوا. هنايا غادي ناخذ واحد المقلاه اللي غادي ندير فيها الزبده، وغادي ندير فيها رشه ملح، وغادي نوضعها فوق النار حتى تذوب كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا في الفيديو. من بعد غادي نضيف ليها السبانخ على هذا الشكل، المهم كنديرهم تقريبا دفعه واحده. ومن بعد غادي نضيف لهم التوابل اللي غادي تشوفوا معايا من بعد. بالنسبه للسبانخ من بزاف الناس كيعجبهم في الماكله ديالهم، اغلبيه كنستعملوهم بزاف، كنديروهم في الخشوات هكذا كنقدروا اننا ناكلوهم، ولكن بهذه الطريقه حتى هي ما غاديش تستغناو عليها. غادي نغطي المقلاه واحد شويه على ما تدبل يدبلوا السبانخ على هذا الشكل. من بعد ديك الساعه غادي نضيف لهم الزنجبيل كيف ما شفتوا هنايا، واحد رشه ديال الزنجبيل. غادي نضيف القزبر الحبوب مطحون، قزبر مطحون يعني قزبر يابس اللي مطحون، يعني ماشي قزبر ومعدنوس. غادي نضيف بطبيعه الحال كنت ضفت الملح من قبل. غادي نضيف ديك الصلصه الحاره اللي قلت لكم انا استعملت غير شويه، يمكن لكم تستعملوا القياس اللي بغيتو على حساب الناس اللي شحال كيبغيو بالنسبه للحار شحال كيستحملوا. هنايا درت التحميره السائله اللي وجدتها معكم في القناه، اللي بغى الطريقه ديالها راه غيلقاها في القناه. درت معلقه ديال المطارد وشويه ديال المايونيز. غادي نحرك الكل جيدا، ومن بعد غادي نضيف لهم فرماج مثلث. يعني ملي كي صافي هانتوما راه اصلا السبانخ دغيا كيطيبو، ما كيحتاجوش ميم با واحد 3 دقائق باش تلقاوهم مولد. هنايا غادي نضيف واحد الجبن مثلث، نتوما استعملوا اي جبن توفر عندكم، الصراحه كيعطي واحد النكهه رائعه لهاد السبانخ، وكيضيف واحد النكهه صراحه زوينه ولذيذه. المهم هنايا غادي نعفيها واحد شويه. غادي نضيف عصره ديال الحامض، الليمون، المهم على حسب واش كتسميو في المنطقه ديالكم. عصره ديال الحامض كيحيد ديك الفوريه يعني، وكيعطي واحد المذاق زوين. هنايا غادي نحرك جيدا المقله ديالي، وهنايا بهذه الطريقه غادي يكون السبانخ ديالي وجدوا معايا. يعني ما كيف ما قلت لكم ما كيحتاجوش وقت طويل، تقريبا 5 حتى 10 دقائق توجدي الطبق ديال السبانخ ديالك، كيكون الطعم ديالو لذيذ ومختلف على المعتاد اللي كان مولفينو. بالنسبه لهاد الشوشوات تقدروا انكم تعمروا بها لي شوسون، تقدروا تعمروا بها هذا البريوات الى كيعجبوكم، وتقدروا تخليوها هكا كسلطه مرافقه للطبق ديالكم الناس اللي كيبغيو الاكل الصحي. بالنسبه لهنايا هنايا كانت صافي ولدت معايا السبانخ، الطبق ديال السبانخ ديالي هو وجد. غنخليه يبرد شويه على جنب على ما نوجد الطبق ديال الكبسه اللي غادي نرافق بها هذا الطبق. غادي نحتاج البصله المتوسطه اللي قطعتها قطع متوسطه حتى هي، غنضيف ليها الزيت النباتيه، غنخليها تقلى جيدا. من بعد غادي نضيف ليها التوابل اللي غادي تشوفوا هنايا. غادي نضيف الثوم اللي قطعته قطع صغيره، يمكن لكم انكم تحكوه يعني كيبقى اختياري لكم. غنضيف رشه ديال الزنجبير ولا الزنجبيل، المهم على حسب المنطقه ديالكم. غادي نضيف الكفته
كيف ما شفتوا انا كانت في الفرش عندي اللي طريه وعندي داك اللي في المجمد، غادي نديرها هكذايا وغادي بطبيعه الحال خاصني نسد عليها واحد شويه، راني نغطيها واحد شويه على ما تدبل، يعني منين غنغطيها حتى تدبل بطبيعه الحال. انا هاد الصلصه كيف ما قلت لكم الحاره ما كنتغلاش عليها، كتعطي واحد الطعم لذيذ لاي وجبه بغيتي ديرو. غادي نضيف واحد الكميه، واحد الكميه قياس اللي انايا كنقدر نستعملو في الطبق ديالي، نتوما تستعملوا القياس اللي بغيتو. غنضيف زيت الزيتون كيفما قلت لكم، الا كان عندكم الكسطريه يعني ما كتحتاجوش تغطيو عليها، يعني دغيا كتوجد. الا كانت عندكم بحالي انا كيفما جبتها من المجمد باقا جامده، غادي كيفما شفتوا معايا غادي ندير التوابل تقريبا كامله. انا درت هنايا رشه ملح، شو من قبل غادي ندير التميرة او لا البابريكا. هنايا ما استعملتش هذيك اللي سائله، بطبيعة الحال راه غادي نستعملها معكم، وانتم غادي نزيدها حيت ضروري انا كنبغيها نزيدها في الطبق ديالي. هذه الصلصه ديال البابريكا نعاود نقولها لكم طبيعيه 100%، طيبناها في المنزل ديالنا. راه كاينه طريقه ديالها وطريقه التحضير ديالها في القناة. اللي بغى بابريكا طبيعية وكتدوم مدة طويلة عندكم في الثلاجة ديالكم وما كتخافوش انها تخسر، يعني كتبقى معكم مدة طويلة. هنايا درت البذور ومعدنوس، غادي نغطي الطبق ديالي هنايا وغادي نخليه حتى يدبل. ومن بعد حيت انا كيف ما قلت لكم كانت عندي الطاسه مجمده، يمكن الى عندكم طريه راه ما كتحتاجوش طريه، كطيب لكم يعني دغيا كتبله، راه كطيب البصله مع الطاسه مباشره. هنا كيف ما شفتوها هي بدات كتقلى معايا البصله ديالي، ماما كتقول لكم راه طبق واعر، انتما كتقول لكم ما تنساوش ديروا اللايك وديروا الاشتراك في القناه وخليو لي تعاليق واش عجبتكم الصراحه. وجبتكم هاد الوجبه اللي هي صحيه لايقه للصيف ولايقه للشتوى، خصوصا الناس اللي بغاو يتعشاو يديروها للعشاء مرحبا، واللي بغى يستعملها حتى للغدا اللي كيعجبهم الناس الاطباق الصحيه. صراحه طبق صحي ديال السبانخ وكيجي فيه واحد الطعم اللي لذيذ. كيف ما شفتوا راني رافقتو بالكفته، يمكن لكم انكم تزيدوا الخبز اذا بغيتوا، كاين الناس اللي ما كياكلوش الخبز، زيدوا الرز ولا سلطه الرز حتى هي كتجي زوينه مع هذا الطبق. بالنسبه لهنا كيف ما قلت لكم يمكن لكم انكم ديروها بحشوه، حتى هاد الكفته صراحه هاد الطريقه يمكن لكم تستعملوها حتى هي في الحشوات الا بغيتوا. هنايا انا الطبق ديالي رافقته بديك الخضيره اللي وجدت من قبل اللي خللت معكم. اللي بغى طريقه التخليل ديال الخضره راه غادي يلقاها في القناه. الزيتون الاسود حتى هو حضرته معكم في القناه، راه غتلقاو الطريقه ديال التحضير ديالو. والزيتون الاخر حتى هو راه حضرت الطريقه ديال كيفاش كنخزنوه كيفاش كنصايبوه، كلشي هادشي راه صايبته معكم في القناه ديالي. غادي تدخلوا غادي تلقاو الطريقه ديال الاستعمال ديال كل وجبه من هاد الوجبات، يعني تخليل الخضار، طريقه استعمال ديال الزيتون. وبالنسبه للسبانخ انا وجدته معكم اليوم، كنتمنى هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم.